الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع الثروة الحيوانية في السنوات الأخيرة شهد تحركات قوية جدا من جانب وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والأطباء البيطريين ومديريات الطب على مستوى الجمهورية. شهد فعلا نشاط حقيقي، خدمات حقيقية. وليه بقول حقيقية؟ لأن فعلا خدمة الهدف منها تأمين المناخ العام بالنسبة للثروة الحيوانية، مواجهة أمراض كانت بتسبب خسائر كبيرة جدا للمربيين، تقديم خدمة توصل للمربي بأجر يعتبر هو مجرد أجر رمزي لضمان وصول الخدمة. ده اللي حصل في السنوات القليلة الماضية. النهاردة احنا بنشوف متابعة مستمرة على مدار العام، ما هياش مجرد خدمة سريعة او ان انا كما كان يتم قديما يتم الاعلان عن ان في حملة للتحصين، اطباء البيطريين موجودين عند مدخل القرية، اللي عاوز يحصن يجيب المواشي ويجي او يروح الوحدة البيطرية احنا منتظرينه. وبالتالي ده كان بيبقى فيه خطورة كبيرة جدا على الماشية، لان ممكن الماشية السليمة تتعرض لبعض الامراض في اثناء رحلتها ووصولها الى الوحدة البيطرية. ده بالاضافة الى ان المربي نفسه كان بيبقى فيه عبء وحمل ان هو ياخد المواشي بتاعته ويتحرك بيها. لا، النهاردة الحملات دي بتستهدف الاماكن اللي موجود فيها الحيوانات، اماكن التربية، بتدخل من بيت لبيت، من حظيرة لحظيرة. ده بالاضافة الى ان في فعلا تمركز في بعض الاماكن او النقاط علشان المربي اللي ظروفه تسمح او هو قريب من المكان او عاوز خدمة معينة يتواصل معاه او يروح يبلغ الطبيب اللي موجود بمكانه عشان يتم وضعه في خطة الحملة وهي بتشتغل، ان هم هينجوله وهيروحوله. النهاردة في توفير للمعدات والامكانيات موجودة مع الاطباء البيطريين علشان نضمن ان احنا بنحافظ على الامصال واللقاحات اللي موجودة معاهم. في نفس الوقت كان المربي دايما بيشتكي من ان السن اللي بيتم اعطاء بيه الجرعة ما بيتغيرش. النهاردة من حق كل مربي ان هو يطلب سن للحيوان بتاعه بيتم التخلص منه وبيتم جمعه بمعرفة الاطباء البيطريين لتسليمه مرة اخرى، كلها اجراءات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تطبيق معايير الامان الحيوي اثناء عملية التطعيم او التحصين. بفكر حضراتكم ان في الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561، ده مهم جدا. انت الان ان الحملة ما وصلتلكش وعايز تطمن، بلغهم في خدمة كان المفروض تتم بصورة معينة وانت غير راضي عن اداء هذه الخدمة، بلغهم، اتصل ب 19561. في مرض او في مشكلة صحية موجودة في الحيوان، اتصل على هذا الرقم 19561، هو الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعي المباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي المباشر. معايا على الهاتف الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية. برحب بحضرتك يا فندم. صحتك طيب والسادة المشاهدين بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة دكتور أشرف. يعني أنا كان ليا الشرف إن أنا جيت الشرقية زيارات كثيرة، وكنت بشوف وبتابع الجهود اللي بتتم من جانب مديرية الطب البيطري، وحضرتك كنت يعني بتقوم بمجهود ممتاز. النهاردة احنا بنتكلم عن الحملة الثانية لهذا العام من التحصين ضد مرض الحمى القلعية والوادي المتصدع. قدرنا نحقق ايه في الشرقية؟ ايه الارقام اللي احنا وصلنا لها؟ يعني احنا دلوقتي بقى عندنا تعداد، بقى احنا عارفين الثروة الحيوانية اللي موجودة في محافظة الشرقية رقمها قد ايه؟ النهاردة انا عايز اعرف هل ابتدى المربي يستجيب اكتر، يبقى في تفاعل؟ كان الاول اول ما ابتدينا عمل كان بيقول لك لا انا ما عنديش حيوانات، بس انا بحصن عند الدكتور الخاص. احكي لي يا دكتور اشرف ايه اللي بيتم. انا بشكر حضرتك طبعا على الارشاد الجميل جدا اللي حضرتك عملته، ده برضه عنصر مساعد لينا في الحمله. الحمد لله الحمله بدات امبارح على مستوى الجمهوريه زي ما معاليك قلت، بدايه قويه
الحمد لله احنا من يوم الاحد اللي فات فاول ما جالنا الفاكس من الهيئه بتحديد ميعاد الحمله فعلنا غرفه العمليات اللي موجوده على طول، ست اطباء ومدير عام الشؤون الاداريه ومدير المالي، كل واحد في تخصصه، اللي جاهز السولر واللي جاهز العربيات، وعملنا صيانه العربيات، بدانا جبنا السنون زي ما حضرتك قلت، انا جايب 310,000 سن، لو كل حيوان سنين يعني هنعمل على الاقل 155,000 راس، والغير الباقي غير السنون متوفره، جبنا اللقاح بكميه كبيره جدا، جهزنا اللبس، جهزنا البلاطي للناس، ارجانا الاجازات وعرفنا الناس من بدري، يعني يوم الاحد اللي فات طلع قرار ارجاء الاجازات الاعتياديه والراحات، يعني اللي هيشتغل الجمعه او اللي هيشتغل اي يوم سبت ان شاء الله برضه هيتاجل له الراحه، احنا ما بنعملش الغاء بس بنرجع ناجلها شويه، نقول له خليك معانا مد ايدك معانا. زي ما حضرتك قلت بدانا الارشاد من يوم الاحد برضه الاسبوع اللي فات كان مكثف جدا، اخترنا مديريه الزراعه، الاوقاف، المعمل معانا الحمد لله، اخترنا بقى الساده العمد، المراكز، كل دي اخترناهم، رؤساء المدن، بحيث يبقى كله معانا عارف لو احتاجنا اي دعم لوجستي، عربيات هنحتاج بعض العماله ممكن، لكن الحمد لله كل حاجه متوفره عندنا، عربياتنا عندنا، عملتنا عندنا. كان معانا معالي رئيس الهيئه امبارح الحمد لله حضر معانا البدايه، كانت غرفه الاعمال بالكامل هنا، الناس كلهم كانوا موجودين، عندنا هنا في الشرقيه حوالي 181 لجنه، كمان يوم الاجازه كمان منهم 134 ثابتين في الوحدات والباقي اللجان متحركه، بيزيد مع الوقت باذن الله، ان شاء الله هنزود اللجان الثابته. امبارح يعني عملنا رقم برضو الحمد لله يعتبر معقول، حصلنا 12,020 راس ابقار من 340,000، يعني ان شاء الله في الشهر لو ما نمشي على المعدل ده هنغطي ال 100% باذن الله. من كام الف راس؟ انا عايز اوصل ان احنا عندنا ثروه حيوانيه قد ايه رقمناها؟ احنا حصلنا امبارح 12,020. من كام؟ انا عندي ثروه حيوانيه قد ايه في الشرقيه؟ 340,000. 340,000 ابقار وجاموس. ابقار الحمد لله. وجاموس. وجاموس. فالحمد لله احنا ماشيين كويس جدا. الناس نفسيتها وروحها المعنويه عاليه جدا، لقوا معاهم معالي رئيس الهيئه في وسطهم، نزل معاهم اللجان ونزل على اللجنه ومر، دخل هنا غرفه العمليات شاف امكانياتها، الناس عندها تليفوناتها، عندها التليفون الثابت، عندهم امكانياتهم بالكامل، غرفه مجهزه. اتصلتنا مع مديرين الادارات، عملنا اجتماع يوم الاربعاء اللي فات لمديرين الادارات المراكز ومديرين الادارات اللي في الديوان مع رؤساء اقسام الوقايه، وشرحنا كل المنشورات والكتب الدوريه اللي جايه من الهيئه اللي بتنظم عمل الحمله، سواء كان ازاي امتى نبدا من الشروق للغروب، ازاي الناس هتطلع، طريقه حفظ اللقاح، اللي برضه الرسوم 17 جنيه وربع للحيوانات الكبيره و11 وربع للابقار للماعز والاغنام، كل ده اتقال وشرحنا، قعدنا يوم الاربع يوم بالكامل كل اللي عنده مشكله حللها له، عندنا كان سواقنا يعني انا بقول تفاصيل كمان، طلع من القمح معاش، بعتنا لهم عربيه من المديريه، ان شاء الله ندعم الحسنيه بعربيه، بكره باذن الله عربيه نازله مشطول برضه معاهم، تشتغل معاهم الاسبوع ده. احنا قلنا لهم برضه فكر الهيئه المحترم ان احنا ممكن نستعين باطباء من الخارج، لكن احنا عندنا هنا عندي 140 طبيب بيطري دول في المرحله الرابعه المتعاقدين على صندوق المجازر، احنا كنا اجتمعنا فيهم الحمله اللي فاتت وهم اشتغلوا معانا، برضه قلت لهم هم موجودين معانا ياخدوا مكافاه من الحمله من التحصين. الحمد لله ان شاء الله باذن الله احنا بادين بدايه قويه وان شاء الله هنستمر، نظام الحملات ده ناجح جدا، معالي رئيس الهيئه امبارح الحمد لله اعلم معاريف فضل الله سبحانه وتعالى، وحملات التحصين المكثفه دي يعني الدول اللي حوالينا فيها مشاكل سواء من حمى كلعيه او حمى وادي متصدع او لا قدر الله الانسان الازرق في ليبيا، طبعا ده مرض خطير جدا على طبعا على الاغنام. الحمد لله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا وجهود الدكاتره زمايلي اللي انا بفخر ان انا بشتغل معاهم وعلى مستوى الجمهوريه، انا مش بتكلم عن زمايلي اللي هنا، الحمد لله اطباء البيطريين شرفوا الفتره دي اهو نص. دكتور اشرف الحمله مدتها قد ايه؟ هتستمر معايا قد ايه؟ الحمله شهر. شهر باذن الله هتستمر شهر. عندنا عجز في الاطباء عندنا عجز في عدد الاطباء البيطريين؟ لا الشرقيه الحمد لله عندنا متعاقدين على صندوق المجازر من 2011 شغالين معانا زي الفل، مع الامكانيات متوفره مع الاطباء البيطريين بالكامل يا فندم بالكامل، الملابس الواقيه المعدات تمام، من اسبوع الكلام ده عندنا في تنسيق مع السيد المحافظ علشان ممكن نستفيد من وسائل نقل من تامين، وده تم طبعا بالظبط، بلغنا معالي الوزير المحافظ ومعالي سكرتير عام المحافظه واي حاجه صراحه ما بيتاخروش عننا. طيب يعني لمدينه العشر مشكورين مدينا عربيه هتكمل معانا ان شاء الله، سواق هم مأجرينها للاداره ان شاء
شاء الله بتكمل وبتكمل معانا في عيد الاضحى على المرور على اللحوم والمصانع اللي في العاشر بنشكرهم. طيب اخر سؤال، في بعض الاماكن ما فيهاش وحدات بيطريه، هنغطيها ازاي؟ زي شمال سهل الحسينيه. ما دي حضرتك عندنا 50 لجنه متحركه. تمام. واحنا هنبدا بيها، يعني انا دعمت الحسينيه بعربيه من المديريه. هتروح له كل يوم بلجنه من هنا متحركه، هتنزل على المكان اللي يشاور عليه. هنروح عزبه ابو عريض، هنروح شلطيات، لو عايزين نحصل في بحر البقر هننزل، كل ده من هنا. تمام. انا بشكرك يا دكتور اشرف، واكيد ان شاء الله هنتواصل تاني علشان في ناس هتطلب وهنوصل لحضرتك رسائلهم واحتياجاتهم. بشكرك بالتوفيق دكتور اشرف توفيق، مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه الشرقيه. نتحرك نشتغل نروح نتابع على مستوى الجمهوريه، اللي عنده ماشيه الماشيه غاليه هي دي راس مالك، اتحرك علشان تحافظ عليها. معايا استاذ ابراهيم من الجيزه، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. في طرق يا استاذ سامح اسمها الطرق الدائر بالبدرشين، متغطيه بقى لها 10 سنين، عايزه تتطهر يا باشا. اسمها ايه الترعه؟ الترعه الداير، بتاخد من الجزاويه. داير بتاخد من الجزاويه في البدرشين. دي مغطاه وعايزه تتطهر، يعني انت ترعه مغطاه. يعني هي انت بتتكلم على التطهير بقى بحيث ان في قمامه سدت المداخل بتاعتها او في مشكله في كده؟ امبارح يا استاذ سامح انا قعدت اكتر من 7 ساعات اسلك في الماسوره اللي هي بتعدي له الميه من على الطريق الناحيه الثانيه. انت اللي بتعملها بنفسك؟ انا سلكت الماسوره بتاعتي انا، مش الطرعه، انا بسلك الماسوره بتاعتي لما اتكتمت من كتر الزباله والكمامه اللي فيها. بتتجمع وتيجي عندك بقى طبعا. بتيجي عندي وبتخش والمكنه بتشفطها فبتسد المواسير. حاضر، عينيا الاثنين، هنبلغ وكيل وزاره الري دلوقتي ونشوف هيعملوا معانا ايه، وهبلغك علشان نتابع عمليه التطهير. حاضر يا استاذ ابراهيم، بشكرك. الري الري الري، الميه مهمه جدا للفلاح، ومش مسؤول بس عنها المسؤولين، مسؤول عنها المواطن، انا وانتم. هو بيتكلم عن مشكله القمامه بتسد له الماسوره، يعني هي واضحه المشكله فين ومين السبب فيها. ده مش ان انا معناه ان انا بعفي المسؤولين على ان يبقى في منظومه لجمع القمامه داخل القرى، لا ابدا، بس انت برضو عليك دور كمواطن وسلوك مهم جدا علشان نساعد بعض. يا استاذ خالد. استاذ خالد، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حضرتك منين؟ من الفيوم يا فندم. احسن ناس، اتفضل. الله يخليك. كنت عارض حضرتك مشكله كده بتاع كيماوي، المشكله الحمد لله اتحلت يعني، والسيد وكيل الوزاره امن نفسه حللنا المشكله بتاع صرف الكيماوي. هو انت كنت كلمتني وقلت لي ان الامين الجمعيه بيصرف مرتين في الاسبوع، ولما رحتوا استنيتوه ما جاش، ولا دي مشكله ثانيه؟ لا لا، هو مش موضوع ما جاش، هو حضرتك كانت زحمه عليه بس كده، وانما هو قال خلاص المشكله اتحلت وهنصرف 3 ايام في الاسبوع دلوقتي، وبيصرف 3 ايام في الاسبوع، وصرفنا يعني امبارح. اتحلت؟ الحمد لله. انت كنت زعلان اول مره اللي فاتت، الكلام ده كان يوم الخميس. كان يوم الاربعاء تقريبا. حاجه زي كده انا فاكرك، ايوه. ما الحمد لله يعني، عشان تعرف حضرتك الزرع يعني بيتكلف يعني مش هيقف على صرف كيماوي، بس غصب عن حقكم ان انتوا تاخدوا شكاره الكيماوي في ميعادها. وبدون اي ارهاق وبدون اي انفعال، لان احنا في ظروف درجه حراره مرتفعه، انت بتسيب ارضك وبتروح مشوار علشان تاخد شكاره السماد، فمش مش من اللائق ان انت تفضل رايح جاي وتصرف مره واثنين وثلاثه علشان اسباب كلها ممكن نحلها. فانا بشكر السيد وكيل وزاره الزراعه، احنا كلمناه يوميها على الهواء المهندس حسن، انا بفتكر معاك على فكره، كلمته انا يوميها على الهواء وقلت له، وقال لي لا انا بتابع ولسه جاي من المتابعه. جه فعلا بنفسه يعني، او بعد حد يعني الجمعيه الزراعيه، والحمد لله يعني ثاني يوم سيد مدير الجمعيه قال لي تعالى اصرف ان شاء الله يوم السبت. وانا بشكرك يا استاذ خالد، وبشكر السيد وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الفيوم، وبقول لمدير الجمعيات واي موظف في الجمعيه، مش لازم الناس تشتكي، مش لازم الفلاح يروح يشتكي، اديله خدمته، وفر له احتياجاته، انت موجود عشان بتساعد الناس دي على ان هي تامن لنا غذائنا. انا بفتكر مع الاستاذ خالد من مداخلته خطوه بخطوه، لان هي مشاكل كتير بتجنة. يوميها قال لي قال تعالوا يومين في الاسبوع، واحنا بنروح النهارده رحنا اكتر من مره بيسيبنا ويروح القهوه، افتكرت المداخله بتاعته ومصرف لناش. كلمنا السيد وكيل وزاره الزراعه مهندس حسن ووعد بحل المشكله، واستاذ خالد بيقول انا رحت وصرفت. كل ده جميل، بس من باب اولى احنا كنا نزود ايام الصرف، بدل انت عندك الاسمده متوفره في الجمعيه، وعندك جمعيات
وكلاء الوزاره بينادوا بيقولوا يا جماعه تعالوا خدوا الاسمده علشان الجامعات بتدفع عليها فايده، عشان عايزين ياخدوا حقها علشان يوردوه للبنك. فانت ساعد، انت ساعد نفسك. اذا كان الفلاح بيجيلك علشان يصرف يبقى انت تلتزم معاه. ويعني ايه يومين في الاسبوع؟ بقيه الاسبوع انت بتعمل ايه في الجمعيه؟ يعني بقيه الاسبوع ايه الخدمات اللي حضرتك بتقدمها للناس في الجمعيه؟ ليه محددها يومين فقط؟ استاذ محمود من البحيره اتفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا عندنا الحمله بتاعت التطعيم اللي هي بتاعت الحمى القلاعيه ديت ما وصلتش عندنا من شهر 11 اللي فات، لا التطعيم بتاع الحمى القلاعيه ولا الجد ولا العقدي. عندكم فين في البحيره؟ مركز ابو حمص في البحيره. بتيجي الوحده البيطريه بتاعت شهر 11 جت حمله من كليه الطب البيطري. وجت لمده ساعتين ومحدش عرف عنها. انت فين في ابو حمص يا استاذ اشرف؟ في سحالي تعزب قرب. لا بالراحه كده، انت اسم حضرتك اشرف صح؟ محمود. انا اسف، محمود. ابو حمص القريه اسمها ايه؟ قريه سحالي تبع المركز ابو حمص. سحالي ولا تحالي؟ سحالي سحالي سحالي. تمام. الوحده البيطريه شغالين دلوقتي تمام؟ الوحده البيطريه شغاله، موجوده وحده بيطريه، بس الوحده البيطريه في مركز بعيد عنك حوالي من 13 عيلة. بعيد عنك، انا مش بقول لك تروح لهم. انا مش بقول لحضرتك تروح لهم، انا هكلم وكيل الوزاره اعرف هم هينزلوا عندك في القريه امتى، وهدي لهم رقمك علشان هم بيجوا من بيت لبيت من حظيره لحظيره. انت عندك كام راس؟ حوالي 15. ربنا يبارك لك فيهم، هيجوا لك وهكلمك تاني عشان اعرف عملت ايه. حصن ورقم وخد بطايق علشان يبقوا هم عارفين مكانك، فالحمله اللي جايه تلاقيهم جوا لك من غير ما انت تتصل، يبقى خدوا البيانات وعرفوا ان انت راجل مربي في المكان ده، عندك عدد معين من الرؤوس يجوا لك تاني. فانا وكيل الوزاره. حضرتك يا استاذنا كان بيشغلين معانا كده كل سنه، كانت بنيجي والبطايق موجوده وبيجي حصن الراجل وياخد الارقام والجداول كانت مظبوطه. ايوه. من شهر 11 اللي فات الكلام ده توقف خالص. لا هو ما توقفش، هو ما وصلش عندك او الخدمه ما جاتلكش. أيوة. انما أيوة. الخدمه وصلك هي ما جاتلكش، فانت عشان كده بتقول توقف. لا هي جت، هي جت عند الجيران، جت في القريه، لان احنا بنتابع كل يوم، فهشوف ايه السبب ان هم ما وصلوش لعندك، وهبعتهم او خليهم يتواصلوا مع حضرتك، وهرجع اكلمك تاني عشان اطمن ان انت حصنت. تمام. الف الف شكرا. الاسعار عامله ايه دلوقتي؟ اسعار المبيع ولا اسعار انت بتبيع بكام؟ انت مش راجل مربي؟ ايوه. هو الاسعار في الكيلو القايم كانت اشتغلت في خلال فتره شهر رمضان ورجعت ريحت تاني شويه. بكام دلوقتي؟ بالنسبه للكيلو القايم بكام دلوقتي يا عم؟ والله اخر حاجه كانت عامله 49. 49 ل 51. من 49 ل 51. ل 51. السعر ده يعتبر مناسب شويه ولا ايه؟ والله مع ارتفاع التكلفه بتاعت الاعلاف وارتفاع اسعار الرده في الفتره الاخرانيه، هو بس ربنا يبعد عننا الفائد وخلاص. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجنبكم اي خسائر، وانا ان شاء الله هتلاقي الطب البيطري بيكلمك النهارده وهيحددوا الميعاد وهيجوا لكم. تمام؟ بشكرك. استاذ محمود بيقول لي ببيع قايم من 49 ل 51، السعر مريح. بفكر الجزار بقول له خلي بالك السعر مريح، خلي بالك كسب الراجل ده. انا بقول للجزار كسب الراجل ده، ما جبتش سيره المستهلك اللي هو ما بيحسش باي فرق، هو بيحس ان في اسعار ارتفعت ومتاقلم على كده. بس انا بقول لك كجزار كسب الراجل اللي كان بيكلمني ده، الراجل المربي ده الشقيان اللي بيتعب، اللي عنده تغذيه، اللي عنده رعايه بيطريه، اللي عنده امان حيوي، اللي بيدور على التحصينات، اللي بيدور على العلاج. كسبه علشان لما تيجي تشتري تاني تلاقي حد بيربي. كسبه عشان لما تيجي تشتري تاني علشان تتاجر تلاقي مواشي في السوق، لان انت لو فضلت تضغط عليه هو مش هربي تاني، هيقولك هكسب ايه. من 49 جنيه ل 51 جنيه كيلو، وشوف احنا عندنا فرق تقريبا 100 جنيه، ده متوسط، ممكن اقل شويه ازيد شويه حسب المنطقه، حسب المنطقه اللي انت بتبيع فيها 100 جنيه ده صافي ربح. استاذ علي من المنيا اتفضل معايا. يا استاذ علي. ايوه يا فندم اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه بس مع حضرتك. والله انا سامع وعلي صوتك وتفضل. بقول لحضرتك يا باشا انا كنت عايز اشتكي بس عند الجمعيه الزراعيه بس اللي هي الاصلاح الزراعي. ايوه. بقول لحضرتك بقى لنا شهرين مفيش كيماوي في الاصلاح الزراعي. مركز ايه؟ مركز ايه؟ لان انا كنت لسه بكلم الحاج مجدي الشراكي وقال لي الاسمده متوفره. مركز المنيا نفسها. اه. شهرين كاملين مفيش اسمده؟ صعبه قوي. شهرين يا فندم. انا كل ما اروح الجمعيه يقول لسه ما جاش طالبينه مش عارف نعمل ايه. طيب هنكلم دلوقتي مدير الاصلاح الزراعي في المنيا او السيد وكيل وزاره الزراعه وهبلغه بالمشكله دي ونشوف ايه وضع الجمعيه. هي الجمعيه اسمها هي في مركز المنيا. مركز المنيا شرق النيل يا باشا. شرق النيل اسمها ايه؟ ليها اسم؟ نزلة حسين. نزلة حسين. على فكره في شكوى جات لي قبل كده منها. حاضر. ماشي يا معلم باشا. بشكر حضرتك يا حاج وعينيا الاثنين يا حاج علي. يعني اللي عنده اسمده يصرف عشان في ناس بتقول الجمعيه ما فيهاش اسمده. وكل المسؤولين انا بتابع معاهم وبنطمن على ارصده الاسمده وبنطمن على الكميات اللي بيتم توريدها من المصانع مستقره. لو في خلل في مكان لازم نعرف ايه السبب. يعني المشكله اللي في بدايه الحلقه اللي هي كانت في الفيوم واتحلت وكانوا بيصرفوا يومين وخلاص بعد ما السيد وكيل الوزاره تدخل بقت 3 ايام من الاول. من الاول انت شايف عندك ضغط وعندك اسمده ومش طايق ان انت تتعامل مع الناس وبترهقهم وبيضطروا ان هم يستغيثوا. يبقى من الاول ان احنا نخلي بالنا ونزود الايام ونزود عدد ساعات العمل. بقول لك ما تعمل فتره مسائيه ولا انت لازم تجيب الفلاح الصبح في عز درجات الحراره المرتفعه وفي الشمس. ليه ما تعملش فتره مسائيه؟ يكون حتى الراجل خلص ارضه وخلص الشغل اللي وراه ويجي يكون درجه الحراره بقت هاديه شويه. ولا احنا مصرين ان احنا نعاند نفسنا؟ احنا بنتكلم على الامن القومي الغذائي للمصريين. استاذه هناء من كفر الشيخ اتفضلي. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. سامح ازيك؟ كل عام وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. انا عندي مشكلتين حضرتك. اموريني. الله يخليك. المشكله الاولى عامله عداد ميه يعني. أيوة. عندي عداد ميه فخارج منه حنفيه للبيت للدوار قصدي للدوار. أيوة. تمام. فطبعا عندي مواشي عندي والمؤاخذة طيور. فلما جه واحد امبارح يعني بيمر على البيوت وكده فقام قايل الماسوره ديت مخالفه للقانون. يعني ازاي مخالفه للتعاقد؟ انت متعاقده على حاجه وبتوصليها في حته ثانيه. طيب استنى. يعني هو لما جه اللي ركب لي العداد ده ركب لي عارف شايف الحنفيه دي بناء على اللي هو شايفها ركب عليها. عمل لك محضر هو؟ عمل لي محضر والمحضر ب 4000 جنيه وما ادليش ما جابليش اختار يعني ما بعتليش اختار اللي دي مثلا ايه مخالفه. ده جالك يعني امتى؟ جالك امتى؟ امبارح. طب امبارح وخدت الحكم على طول غرامه 4000 جنيه تاني يوم؟ 4000 جنيه. انا كنت هناك جاي لسه الوقت من بيله شركه الميه في بيله. ما عملتيش تظلم او معارضه؟ لسه ما عملتش حضرتك. انا جيت لان جوزي مسافر فقلت اجي الاول اساله لان هعمل ايه في المشكله دي. اول حاجه احنا يعني لازم تاخدي الاجراءات بتاعتك علشان كده هتتثبت عليكي تعملي معارضه واحنا هنوصلك بالمسؤولين وهنسال وهوصل رسالتك. يعني مش معقوله في يوم وليله كده. هي مخالفه. هي مخالفه. يعني خلي بالك انا مش بقول لك ان الوضع ده صح. انت لو تعاقدتي على ميه او كهرباء بتبقي ملزمه بالمكان اللي انت متعاقده فيه بيه فقط. يعني لو منوره البيت جوه ما تقدريش تطلعي انوار بره مثلا. لا هي في داخل البيت في الدوار يعني دوار متحوط. طيب يعني يبقى دي انا هسالك على الاجراءات عشان ده في كفر الشيخ. طيب انت فين في كفر الشيخ؟ ايوه. فين انا بيلا الجريده ابو عساكر تبع يعني بيلا الجريده. ابو عساكر. حاضر. سيبي رقمك على فكره ما تنسيش. ها ماشي حاضر. ايه المشكله الثانيه؟ انت قلت لي انا عندي مشكلتين. المشكله الثانيه حضرتك انا عندي 3 فدادين. فثلاث فدادين بيجي عليهم كيماوي بيقول لك 3 شكاير لكل فدان. ايوه. انا الوقت جالي 8 شكاير. ناقص لك شكاره. ناقص لي شكاره. ايوه. طيب انا زرع نص فدان ذره وفدانين ونص رز. هو الرز بيختلف في عدد الشكاير. بيختلف؟ هسألك برضو الرز المفروض يصرف قد ايه؟ يعني هم 3 فدان. 3 فدادين. انت نص فدان ارز ذره. نص فدان ذره. واثنين ونص زرعاهم ارز. ماشي. بقول لك ايه الرز ده مخالف ولا في الدوره؟ لا هو في الدوره. مش ناقصين مش ناقصين مخالفات؟ لا. طيب حاضر. هم عينه شاف الذره مزروع. تمام.
هو هسألك انت المفروض الارز تصرفي قد ايه شكاير؟ بس هو اعتقد ان دي الكميه علشان التسميد بتاع الارز. ايوه. وانت بقى اللي بتزرعي، انت بتقولي لجوزك مسافر. ايوه. جايبه الرز ده نوعه ايه؟ انا كنت جايباه من الجمعيه السنه اللي فاتت، فانا عملت تقوى منه تقيت اللي منه. هي جيزه اه مش عارفه يعني حوالي مش عارفه 27 يعني جايباه من الجمعيه معتمد، فاداك انتاج كويس فتقيتي منه. فتقيت منه السنة. طب ربنا يوفقك. وهسالك على الاسمده، وهسالك نعمل ايه علشان نخفف حتى الغرامه دي. خلاص ماشي، ما عنديش سامح يعني تعبينك معانا والله. لا عينيا. الله يخليك. يعني اصلا هو ما قلناش اللي فيه مخالفه، اللي مثلا اللي احنا نشيل الحنفيه دي اصليه من داخل هي مش سرقه. هو كان انظارك حتى او قال لك ايه الصح؟ اه. وبعدين انت انا عارف طبيعه البيوت الريفي، احنا عندنا مكان يعني مخصص بيعتبر وحده من داخل البيت. ايوه. فما هوش بره ولا بعيد، فانا بسقي من المواشي. انت مش شايفني عامله مشروع صناعي يعني عشان تجري تعمل لي المحضر؟ ايوه. زميلته كلمته على التليفون لانه رقم تليفونه معايا كاتبه على المحضر. ايوه. فكلمته قال لها ده هي عامله في حوالي قراط وعامله يعتبر زي مزرعه مواشي. انا عندي ثلاث ولمقصه ثلاث يعني ثلاث رؤوس مواشي وحوان في البيت، ودي من داخل العداد. لا حول ولا قوه. واحنا يعني احنا فلاحين، احنا فلاحين مش في المدن. يعني مثلا يعني مدينه زي يعني بيله، هل نص بيله طبعا يعتبر فلاحين، هل بيله كلها عاملين جوز عدادات في بيت؟ نص ده 90% من المحافظات المصريه بيوت ريفيه. ايوه. هو احنا بنبص للمحافظات الكبيره بس، احنا بنتكلم على البيوت والقرى اللي في الريف كلها بيوت ريفيه. فانا عايزه معاينه، عايزه طالبه معاينه يشوفوا الكات اني عامله سرقه ميه اللي هم عاوزينه لو 100,000 جنيه. لا ان شاء الله معاكي في الموضوع ده. انت حصنت الثلاث مواشي دول ولا لا؟ لا هم لسه الدوره الجايه هتتحصن، لسه ما جناش لسه. طيب تابعيهم وانا هبلغ برضو المكان بتاعك عشان نشوف. خلاص ماشي حضرتك. وهرد عليك النهارده ان شاء الله. استاذ عزيز خد منها رقم المسؤول المهم اللي خد العمل المحضر، يعني كان عايزين نعرف برضه اجراءاته ايه. يعني انت بتتكلم على ايه؟ بيوت ريفيه وفي تعاقد ومركبه عداد، انت بتعملها مثلا ان الثلاث قطع دول مشروع ثروه حيوانيه، مزرعه للانتاج الحيواني، استثمارات ضخمه، ده بيت ريفي، ده بيت فلاحين، بيت اهالينا، ناس عندها الخير في بيتها بتشتغل. فانت خلاص يعني طب ده مخالف، اعمل لها انذار وجهها للصح. استاذ حمدي من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا يا فندم في منطقه تبع مركز الحسنيه الشرقيه. ايوه. جمعيه الطلبه في الشركه الايطاليه تبع القصصين. ايوه. رحنا عشان نصب كيماوي، فقالوا لنا اسميكم الحيازات بتاعتكم ساقطه والجمعيه متوفر فيها الكيماوي لحد دلوقتي لسه مصرفنا الكيماوي. حيازتك ساقطه ليه؟ بيقولوا مش عارف دخلت على منظومه الكمبيوتر الرقم القومي خطا او حاجه. لا عايز اعرف ساقطه ليها كذا معنى. ساقطه ان انا ورقي مش كامل، ان انا في نزاع على قطعه الارض، ان انا في ورثه ليهم حق ومش عارفين ياخدوه. فانا عايز اسالك انت حيازتك موقوفه ليه؟ لا ما هو حضرتك ايوه هو حضرتك مش في منازع ولا في حاجه، الارض مش على حاجه، بس بيقولوا الارقام اللي كانوا ودوها الزقازيق من الاداره الزراعيه كانوا اللي ودوا الاسامي ما حطوش الارقام القوميه. صح. مش مشكلتك لو دي مشكله القومي. يبقى انت مالكش ده ذنب فيها، انت راجل قصرت ما توقفليش شغلي، خد بطاقتك وديها له واحنا هنبلغ المشكله دي لوكيل وزاره الزراعه في الشرقيه. ماشي. المهندس علاء عفيفي ويتابع مع الجمعيه ونعرف ليه موقوفه حيازتك. انت ايه ذنبك ان هو نسي؟ ما هو حضرتك مش انا بس، ده ناس كتير على المنطقه اللي احنا فيها. هبلغه الجمعيه اسم الجمعيه بحيث ان هو يتابع مع مدير الجمعيه. حاضر. تبع اداره القصاصين. القصاصين تبع الاداره الزراعيه القصاصين مركز الحسنيه. انت كده كده هتسيب رقمك. استاذ عزيز واستاذ احمد هيتابعوا حضرتك وهيتابعوا مع المهندس علاء عفيف وكيل وزاره الزراعه، وهرد عليك لان انتوا يعني المنظومه دي الهدف منها ان احنا نساعد الفلاح مش ان احنا نعطل صرف الاسمده. بشكرك. فعلا دي منظومه الهدف منها ان انت توفر للفلاح كل مستلزمات انتاجه والراجل ده يكون بيشتغل وهو مستريح. وانت بتنفذ القانون، انا عايزك تنفذ القانون بكل دقه لكل مسؤول وكل موظف بيشتغل في مكان، انا بقول لك نفذ قانونك بكل دقه.
بس حط في اعتبارك وانت بتتعامل مع المواطن ان القانون ده الهدف منه ان انا اسهل للمواطن الاجراءات علشان يحصل على الخدمة، مش الهدف ان انا اعطله. على فكرة ده القانون ده اللي ضمان حق المواطن، فوانت بتشتغل النهاردة حط في الاعتبار الاول مصلحة المواطن. الناس ما عندهاش مشكلة في الحيازة بتاعتها، خلاص هو ما عندوش يعني نزاع قضائي على قطعة الأرض، كلها إجراءات ورقية، والراجل جه سلمك ورقة وانت عندك الحيازة الأصلية. على فكرة هنبلغ المشكلة دي للمهندس علاء عفيفي ونرجع نتابعها معاك تاني. وأتمنى في الجمعيات، بناشد وبخاطب مديري الجمعيات، نضغط على روحنا الفترة دي شوية، ده بداية موسم ولسه شغالين وبنصرف. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعية مباشرة. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، معايا الأستاذ محمد من الفيوم. اتفضل يا استاذ محمد. ايوه، في جمعيه الاصلاح الزراعي بقلبشها مركز اطفاء محافظه الفيوم. بالراحه كده يا حاج محمد، حضرتك قلبشها من الفيوم مركز ايه؟ اطفاء. ايوه، اسمها في جمعيه في قلبشها تبع الاصلاح الزراعي. تمام، مالها؟ ما جالهاش كلمه ولا في الصيف ولا في الشتاء. ليه؟ ونروح نقول لهم، يقولوا الجمعيات مديونه، وفي نفس الوقت ان في جمعيات ثانيه في نفس المركز فيها يعني كيماوي يقضي سنتين. وايه يعني ايه الجمعيه مديونه؟ يعني دلوقتي انت لما بتروح تشتري سماد بتدفع حقه. هم بندفع المال وبندفع وبندفع كل اللي علينا. دلوقتي بندفع كل، يعني حتى يعني في الائتمان المال، انا وكيل مأمور الضرائب العقاريه بس. ايوه، المال عندنا في بالنسبه للضرايب ما يعني اخر حاجه 30 جنيه، دي مش مشكله، ده انا بكلمك على بالنسبه للكيماوي. ونروح احنا زرعين ذره، الفدان بياخد 12 شقاره، 12 بنشتريها من السوق السوداء ب 300 جنيه. لا، 12 شقاره الفدان الواحد اولا، 12 شقاره دي كتير جدا يعني. يعني معدل 12، ايوه ده فدان يا ريت، ده 50 كيلو. تمام، انت كده ما بتصرفش حصتك. ما بنصرفش حصتنا. طيب، ما فيش كيماوي. طيب حاضر، هتابع لك مع مدير. لا ولا في الصيف حاليا دلوقتي، ما فيش حاجه خالص. طيب هتابع لك مع مدير الاصلاح الزراعي دلوقتي ونرد عليك تاني. حاضر، ماشي يا استاذ. عينيا الاثنين. استاذ سعيد من المنوفيه، اتفضل. يا استاذ سعيد، اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله بعد اذن حضرتك، احنا عندنا مشكله في جمعيه اصلاح الزراعه قريه سلكه مركز شبين الكوم من وفاء. ليه بقى؟ وطي التلفزيون بعد اذنك. دلوقتي حضرتك برضه رحنا نصرف الكيماوي، قالوا لنا ما فيش كيماوي، جمعيه مديونه وما جالهاش كيماوي. ايوه، جمعيه مديونه وما جالهاش كيماوي. يعني انا لما اسمع نفس الجمله دي في الفيوم وبعدين على طول في المنوفيه، يبقى لازم يا استاذ عزيز نكلم الحاج مجد الشراكي، نكلمه دلوقتي ونقول له على المشاكل اللي جات لنا النهارده في الحلقه، ونعرف ايه السبب والجمعيات دي ايه المشاكل اللي فيها. يعني دلوقتي حضرتك انا ما فيش كيماوي بتاعي، الا لما بسدد العقد يقول لي انت عليك مديونيه قد كده، انا بسددها الاول عشان اخد الكيماوي بتاعي. طبعا السنه دي ما فيش، يقول لي الجمعيه مديونه وما فيش كيماوي جه خالص في الـ في الـ في الجمعيه. هو في فلاحين كتير عليهم فلوس للجمعيه دي؟ نعم حضرتك، في فلاحين كتير في المنطقه عليهم فلوس للجمعيه؟ لا دي انا ما اعرفش، دي حضرتك بقى ممكن تسال فيها مدير الجمعيه، هو المسؤول. انما انا كمواطن عادي، انا يعني انت مسدد الكيماوي بتاعي. انت مسدد الكيماوي بتاع الشتوي؟ انا مسدد الكيماوي بتاع الشتوي، ما عليش جنيه للجمعيه. تمام، لانه هو كده ما بيدينيش الكيماوي بتاعي الا لما يقول لي ادفع مديونيه الاول، بروح ادفع المديونيه وادفع ثمن الكيماوي اللي انا هاخده وبناء عليه بصرف لي الكيماوي. السنه دي بقى في سنه الزراعه الصيفيه، الذره قرب على شهرين اهوت مزروع ومش لاقيين له كيماوي خالص. كل ما نروح يقول لك الجمعيه مديونه ومفيش كيماوي، احنا طالبنا بالكيماوي واشتكونا، ويعني دخلونا في حوارات ثانيه. عناية الاثنين. حاضر،
ماشي يا استاذ سامح، سيب يعني سيب حضرتك شوف لنا اهم حاجه، سيب بس رقم تليفونك عشان هنحتاج نكلمك تاني. ماشي يا استاذ سامح، شكرا. العفو. يعني في كده مشكلتين متعلقين او ثلاثه بالاصلاح الزراعي في الجمعيتين، في الفيوم الفيوم والمنوفيه والمنيا. دول يا استاذ عزيز بعد اذنك هنوصلهم للحاج مجد الشراكي وناخد رد نعرف ليه. هو الفلاح بيقول لك انا مسدد قبل ما ياخد عليك حاجه في الشتاء وقال لي لا. طيب هو ما ذنبوش، عندك مشكله حلها، عندك ارصده وعندك ميزانيه وعندك صلاحيات كتيره جدا تتحرك بيها، انما الفلاح ما تسيبوش كده، اتحرك معاه. انما الناس في زرعت وتعبت واشتغلت وتيجي انت دلوقتي علشان مشاكل داخليه موجوده في الجمعيه توقف له شغله، ده مش هينفع. استاذ محمد من الجيزه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ اهلا بيك، اتفضل. معاك محمد من الجيزه لما تتصل. اهلا وسهلا. عندي خصوص شكوى السماو الجماعات بتاع الصف كلها، شكاوى السماو كلها متاخرين فيها الصف. بتقول ايه؟ ممكن تبعد عن التلفزيون لو سمحت بعد اذنك. بخصوص الكيماوي يا استاذ، ايه المشكله بتاعتك؟ ما صرفتش ليه؟ انا بيصرفوا كل حاجه بس ما بيديناش الكميه كلها. انت خدت قد ايه للموسم الصيفي؟ زرع ايه؟ انت زرع ايه؟ زرعين ذره وزرعين خضار وكده. تمام. صرفت قد ايه؟ بيقولوا لنا الاربع الفدان وبيدينا شكره واحده. دي في بدايه الزرع، انما بعد كده بتكمل الحصه بتاعتك. الحصه بقى فين وفين بقى عم يدونا، مثلا فين هو عم بينزل الصرفيه ما بيبلغوش اي حد ولا اي حد بيعرف اي حاجه. بيوزع القمار على الناس كده وخلاص. يعني انت في الشتاء ما خدتش الحصه كامله؟ لا ما خدناش كامله. طيب. هتكلم برضو وكيل الوزاره وهبلغه، مشاكل الاسمده النهارده معانا كتير. حاضر. وبخصوص بخصوص ايه؟ تحسين المواشي. ماله؟ عندنا برضك عجز برضك تحسين المواشي، لما بينزل حمله ولا حاجه بيتاخر برضك على تحسين المواشي. بس هو بيجي لك، هم بيشتغلوا في شهر، هو قدامهم شهر. بيجي لنا بس يا استاذ، بيجي لنا بقى متاخرين. يعني ايه؟ لو كنت في تحصين ما بيلاقوش اي حد خالص، بيجوا بقى الساعه 10 الفلاحين تطلع من القطار بتاعت الفلاحين، بيطلع في المواشي ما فيش حد يبلغ اي حاجه خالص. انت عايز تبقى عارف هما جايين في القريه دي امتى عشان تستنى؟ يعني يبقى الصبح يدينا تحصيل، المفروض يبلغونا. حاضر. ده المفروض طبعا بيتكتب على باب كل وحده بيطريه خطه العمل او الخريطه اللي بيمشوا بيها، علشان انت وانت تبقى عارف هيجوا امتى، ما تنزلش صح. هناشدهم بكده وهخليهم يبلغوكم هينزلوا عندكم امتى في القريه. حاضر. زراعة الأليوبية، تدشين مشروع من المزرعة إلى التصدير لتأهيل صغار مزارعي الفراولة، وده مشروع مهم جدا لأن محافظة الأليوبية بتشتهر فعلا بزراعة الفراولة وناجحين جدا فيها. دشنت مديرية الزراعة بالأليوبية مشروع من المزرعة إلى التصدير، وهو عبارة عن برنامج تدريب وتأهيل صغار مزارعي الفراولة في منظومة التكويد والتصدير بمحافظة الأليوبية تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية. دي مهمة جدا إن أنت تأهل الناس دي إنها إزاي تعرف تصدر. هم بيصدروا من سنين على فكرة، بس بطرق مختلفة، يا إما تاجر بيجمع منه، يا إما في شركة كبيرة بتتبنى او بتتعاقد على الاراضي. النهارده انت بتكود هذه الاراضي علشان تبقى تحت اشراف ومتابعه قويه، هتدي لك منتج ليه مواصفات جيده جدا، هتحافظ لك على سمعه مصر. في نفس الوقت انت في جانب محلي وجانب تصديري، اهم حاجه المستهلك وصحته. فالمنظومه دي يعني اتمنى ان هي تبقى معممه، مش على محصول ولا اتنين ولا في محافظه واحده. معايا المهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعه بالاليوبيه، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا استاذ، اهلا فندم والساده المستمعين. لو حبينا نتكلم عن هذا المشروع، اهدافه هيتم تطبيقه ازاي؟ المزارعين كان انطباعهم ايه عند الاعلان عن هذا المشروع؟ النهارده بدايه تدشين الحمله للمزرعه، من المزرعه للتصدير
النهارده كان حاضر صغار مزارعي الفراوله في محافظه الليبيه، وعددهم 150 من مزارعي الفراوله. لما اتبلغت بميعاد الحمله عن طريق الوزاره واساتذتنا في البحوث، تم دعوه اخواتنا المزارعين عن طريق موتشين ارشاد والمكافحه والباسكين في المراكز، وحددنا الميعاد النهارده باشراف منظمه بشاير. حضرت معانا النهارده الاستاذه الدكتوره ايمان ريان نائب معالي المحافظ، النائب عن معالي المحافظ الوزير. كان حاضر الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه المبيدات، والاستاذ الدكتور علي سلمان شرم معالي الوزير، وكوكبه من قيادات وزاره الزراعه. قعدنا سمعنا اخواتنا المزارعين ومشاكلهم، وازاي نقدر نحسن ونجود من انتاج اخواتنا المزارعين، لان الفئه المستهدفه صغار المزارعين. محافظه الليبيه الدليل على نجاح محافظه الليبيه في السنين اللي فاتوا ان المساحه المزرعه فراوله فريش بتزداد سنه عن سنه. كان عندي المساحه المزرعه في 2016 2017 1990 فدان، ازدادت ل 2300 في العام اللي بعد كده. في عام 18 19 وصلنا 3000 فدان، دليل ان التوصيات الفنيه الجيده واصله لاخواتنا المزارعين. المستهدف السنه دي نزرع 19 20 حوالي 4000 فدان. اتفقنا مع اخواتنا المزارعين وقيادات مركز البحوث على عمل، النهارده كان بدايه تدشين الحمله، هنعمل ثلاث ايام تدريبيه قسمنا المزارعين لثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه 50 مزارع من صغار مزارعي الفراوله في الايوبيه. ايوه الفراوله في الايوبيه متركزه عندي في مركزي طوخ وشبيه قناطر. قسمنا المزارعين لثلاث مجموعات، كل مجموعه قسمناها لمجموعتين. المجموعه الاولانيه هتبدا تدريبها يوم 2/7، هنعمل تدريب بمقاربة مديريه الزراعه الايوبيه تحت اشراف اخواتي وزمايلي اساتذه مركز البحوث الزراعيه. وهنعمل التدريب ده ثلاث ايام، يبقى 2 و3 و4 للمجموعه الاولانيه. جهزنا القاعات التدريب بالمعيات السمعيه والبصريه عشان يبقى المعلومه واصله لاخواتي المزارعين، ازاي يعرف يكون المزرعه بتاعته، ازاي يحسن من الانتاج بتاعه، ازاي يقدر يستخدم العبوات البلاستيك مثلا بدل الجرايد، ويحسن في جوده المنتج بتاعه عشان اقدر اغزو البلاد العربيه والاوروبيه بانتاج المزرعه. الدوره الثانيه هتبدا يوم 7/7، الدوره رقم 2 برضه 7 و8 و9، والدوره الثالثه هتبقى يوم 21/7، هيبقى 21 و22 و23 ثلاث مجموعات. في يوم 23/7 بنهايه التدريب يبقى لي دربت اخواتي المزارعين صغار المزارعين على عمليه التكويد وازاي يخش المنظومه. كان حاضر معانا بنك الزراعي المصري عشان يشرح لهم كيفيه تمويل وعمل قروض المدعومه البنك لمساعده اخواتي الصغار المزارعين على التكويد. حضرتك عارف طبعا تكلفه الفراوله فدان عاليه جدا، البنك داخل عشان يمول اخواتي المزارعين او اخواتنا المزارعين في الفراوله الايوبيه بالفايده البسيطه، بعد ما ياخد جواب من الجمعيه المختصه او الاداره الزراعيه المختصه ان المزارع ده فعلا زرع فراوله. ايوه. لما بياخد معاينه ان هو المزارع رقم واحد ده خد زرع فعلا فراوله، بيروح للبنك الزراعي المصري بيقدر يديله القرض بتاعه بفايده مدعومه. ده تشجيع لاخواتنا المزارعين على الدخول في عمليه التكويد والتصدير لزياده دخل المزارع وبالتالي زياده الدخل القومي. ممتاز. عمليه التكويد مين اللي هيقوم بيها؟ هي فيها اجراءات صعبه ولا يعني بسيطه بالنسبه للمزارع؟ هي النهارده كانت دي تدشين الحمله. التدريب هنعرف المزارع ازاي يخش عمليه التكويد، ازاي يقدر ياخد الكود، ايه الاشتراطات الموجوده مع البنك مع منظمه البشاير. عشان كده معمول التدريب في بدايه الموسم،
قبل عمليه اعداد ارض الزراعه، يبقى من احنا مع المزارع من قبل اعداد الارض الزراعه، وازاي يعقم الارض بتاعته حتى نهايه انتاجه. تمام. التدريب اللي هيبدا من يوم 2 ان شاء الله، وعشان كده احنا قسمنا الاخوات المزارعين بمجموعات، وكل مجموعه 25، عشان يبقى المعلومه تقدر من الباحث او اللي بيشرح المعلومه تبقى واصله لاخوات المزارعين على مجموعه صغيره، فالمعلومه توصل لهم، نقدر نوصل المعلومه بمنتهى السهوله واليسر لاخوات المزارعين. بالتوفيق، وانا بشكر حضرتك على يعني هذا الفكر والمجهود اللي قمتم بيه، اكيد ده هيبقى ليه مردود قوي جدا على الحاله الاقتصاديه للمزارع، ودي تهمنا، وعلى جوده المنتج نفسه. بشكرك المهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعه بالقليوبيه. مشاهدي برنامج زراعي مباشر، بفكركم اللي عنده مشكله مرتبطه بالثروه الحيوانيه يتصل على 19561 الخط الساخن للهيئه العامه للخدمات البيطريه. شكرا لكم والى اللقاء.